براشث إثوى ملثى وهو ملثى إثوى الواثى لها وآلاها إثوى وملثى هانا إثوى براشث الواثى لها كل بيذهوى ولعذا وأبلح ذا واث مدم دهوى بي حيهوى وحي إثيهو النهرة دبنا يناشا وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخي. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. متابعي قناة القيامة، أسعدنا لقاءكم ومعكم برنامج ملثى، الحلقة 74. في هذا البرنامج تفسير الكتاب المقدس كما عودناكم، يكون معنا الدكتور ستيفان جليانا من كندا. يا أهلا وسهلا دكتور ستيفان. أهلا وسهلا سيد جنان بك وبمخرجنا دان وبمسؤول على قناة القيامة الأستاذ هاني، وإلى كل القائمين على هذه القناة متابعينا جميعا في جميع أنحاء العالم. نرحب بكم لكي ندرس كلمة الحق، كلمة الله ملثى في هذا اليوم، فتابعونا في إنجيل يوحنا الإصحاح 10. فدكتورنا، نتمنى نبدي هذا البرنامج بصلاة، خاصة صلاة على نية نعرف التمييز، تمييز صوت الرب، وأيضا معرفة الراعي الصالح. بسم نعم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب نحن نشكرك لأنه نستطيع حقا أن نقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. نشكرك ونعظمك لأن أنت هو راعينا، وأنت هو فادينا، وأنت هو مخلصنا، وأنت هو الخبز الذي نزل من السماء حيث أكلنا ونأكل منك كل يوم. نشكرك من أجل موتك من أجلنا على عود الصليب، قيامتك وأيضا ذهابك، وستأتي لكما تأخذ عروسك كنيستك. باركنا في هذا اليوم يا رب، بارك مستمعينا جميعا، افتح أذهاننا كما فتحت أذهان تلميذي عماواس، افتح قلوبنا كما فتحت قلب ليدية يا رب. البعيد قربه، الذي ضعيف شدده، الذي يدرس علمه. نشكرك في هذا اليوم، باركنا وقدسنا يا روح الله القدوس، املأنا بالروح القدس، قودنا بالروح القدس، سيرنا بالروح القدس لكي ما نعمل مشيئة الآب من خلال الابن. لك كل المجد ولك كل الإكرام، نعطيك المجد يا أبانا باسم يسوع المسيح البار. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آمين يا رب. فمتابعينا الأعزاء، بالإصحاح 10 من إنجيل يوحنا، الرب يسوع يقدم نفسه كراعي صالح. فدكتورنا نتمنى تنطينا مراجعة من الأسبوع الماضي، خاصة عن الباب، لأنه الرب يسوع ذكر كلمة الباب عدة مرات بطرق متعددة. شكرا جنان، يعني سؤال جميل جدا. يعني في هذه الأعداد يعني ذكر الباب ما يقارب 3 مرات. يعني إذا نرجع إلى يوحنا الإصحاح 10 منذ البدء، الرب يسوع المسيح يقول الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك السارق ولص. طيب عدنا هنا الباب وعدنا حظيرة الخراف، طبعا يتكلم عن الباب في هذا العدد عن النبوات التي تنبأت عن شخص الرب يسوع المسيح، 333 نبوة
في العهد القديم، وكلها يعني كملت في حياته على الأرض. فالرب يقول في هذا العدد الذي لم يدخل والنبوات قد تنبأت عنه، هذا الذي يقول الرب الذي لا يدخل من الباب، يعني من خلال النبوات. وإحنا ذكرنا نبوات كثيرة من سفر التكوين، تكلمنا عن نسل المرأة، وأيضا في سفر التكوين الأصحاح 22 رأينا بأنه إسحاق هو الذبيحة، رمز إلى الرب يسوع المسيح. وأيضا مع يعقوب في الأصحاح 28 هو السلم الذي كانت الملائكة تصعد وتنزل به، فهو هذا الباب. وأيضا طبعا عندما الرب ذكر عن نفسه هو الباب، لكن هنا أنا أتكلم عن النبوات. ثم أتت نبوة أخرى عنه في سفر التكوين إصحاح 49 الذي يتكلم عنه هو كالأسد طبعا، وهناك سنقرأ بأنه هو كالراعي. وأيضا يعني موسى تكلم عنه وقال بأنه نبيا مثلي يقيم لكم الرب له اسمعوا. وطبعا في كل الذبائح اللي احنا سنقرأها وسندرسها يوما في سفر اللاويين، الخمس ذبائح تتكلم عن المسيح المذبوح الفادي المخلص حياته على الأرض، وأيضا تابوت العهد الذي يتكلم عن شخصه المبارك وعن حياته، المن الذي وضع في قصب هو المن السماوي، وأيضا طبعا لوحي العهد الموجودة في تابوت العهد تتكلم عنه هو الملثى، وأيضا حصى هارون إلى آخره من هذه النبوات. يعني تكلم عنه أيضا إشعياء النبي عن ولادته من المطوبة العذراء بأنه هو سيعطى لنا ولد، في الإصحاح السادس، إصحاح التاسع، إصحاح الأربعين، إصحاح الخمسين نرى، إصحاح 65، إصحاح 43 نرى كل هذه النبوات الذي يتكلم عنها الرب الذي لا يدخل من الباب، يعني من خلال النبوات الذي تنبأت عنه. هذا واحد، هذا الباب. ثم إلى حظيرة الخراف، من هي حظيرة الخراف؟ يتكلم عن إسرائيل، يتكلم عن الشعب الإسرائيلي، هو أتى إسرائيلي الجنس من سبط الملك، من سبط يهوذا، من داود الملك، مولود من هذا السبط الملكي، وأيضا من المطوبة العذراء، يعني ولد بالروح القدس عندما الملاك قال الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله عندما سألته كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. طبعا وتكلم عنه زكريا وتكلم عنه الأنبياء بأنه سيولد في بيت لحم، وتنبأ عن قتل الأطفال وإلى آخره، راحيل تبكي على أولادها. يعني نبوات كثيرة وكثيرة يعوزني الوقت أن أتكلم عنها. فعدنا إحنا الباب يتكلم عن النبوات، الحظيرة هي شعب إسرائيل، فالرب يسوع المسيح إجا من خلال النبوات، إجا لهذا الشعب، لأنه قال أنني لم آتي إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. عندما جيئه كان هو يبحث عن هذه الخراف، فكان يوجد ناس مؤمنين يعني منتظرين مجيء المسيح، الرب يسوع المسيح أخرجهم من هذه الحظيرة، يعني أخرجهم من الشعب اليهودي الشعب العبري. ورأينا من أمثالهم المطوبة العذراء، يوسف الصديق، وأيضا رأينا طبعا أبو يوحنا، إليصابات، زكريا، حنا النبية، يعني أسماء، سمعان الشيخ، والرعاة، وكثيرين الذين انتظروا، المجوس الذي أتوا من الشرفها، يعني كل هؤلاء الناس خاصة الذين كانوا هم يهود هي هذه الحظيرة. فالرب يقول الباب هي النبوات، الحظيرة هي شعب إسرائيل، طبعا الخراف هم الشعب المؤمن من شعب إسرائيل، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص، يعني موضع آخر، يقول الرب الذي يأتي من يعني خارج عن النبوات هو سارق ولص. يعني الكثيرين قالوا هل هو يتكلم عن الأنبياء؟ لا حاشا، ولا يتكلم عن الأنبياء، لكن هو يتكلم عن الأنبياء الكذبة، ونراها يعني في الشريعة بأنه نبي ممكن يتنبأ تنبؤ كاذب.
فإذا نبوته طلعت هو حقيقي، إذا نبوه لم تطلع فهو كاذب. وطبعاً وفي حياة إيليا نرى بأنه إيليا يقتل منهم 450 نبي كاذب، عندما كان في الحكم آخاب وكانت إيزابيل الشريرة في الحكم، فكان كو أنبياء كذبة إذا كان في إسرائيل أو إذا كان في يهوذا. فيتكلم عن هؤلاء الذين أتوا ولم يكونوا قد أرسلوا من الله. ثم في العدد الثاني يقول: وأما الذي يدخل من الباب، هنا الرب يسوع المسيح يتكلم عن شخصه المبارك، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. فهو الباب أو هو أتى من باب النبوات، فهو راعي الخراف. بعدين ثم في العدد الثالث يقول: لهذا يفتح البواب. من هو البواب؟ البواب هو الروح القدس. لهذا يفتح البواب، البواب هو الروح القدس. ورأينا ذلك في متى الأصحاح الثالث ومرقس أو لوقا الأصحاح الثالث، عندما اعتمد الرب يسوع المسيح من يوحنا المعمدان، إجا الروح القدس على شكل حمامة واستقر عليه، وصوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فالرب الإله ختمه ومسحه لكي ما يمضي بإنجيله المقدس، إنجيل ابن الله، ولكي ما يقبل الصليب، يموت، يقوم في اليوم الثالث، يذهب ويأتي أيضا. فهذا الرب مسحه، كما يقول بطرس في أعمال الرسل الأصحاح الثاني ثالث رابع إلى آخره، عندما هو يكون يوعظ للإسرائيليين، لليهود، للكهنة، ولكل يعني الصدوقيون والفريسيون والكتبة، ورأينا ذلك في أعمال الرسل أيضا. فيقول الذي من وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، يعني من النبوات. وشفنا شلون الروح القدس يعني عندما اقتيد إلى البرية للتجربة كان مملوءا بالروح القدس، وكان مقادا بالروح القدس ومختوما من الله، كما يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس. هذا الله ختمه، يعني كان ختمة الروح القدس. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته. الروح القدس يفتح القلوب، الخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء، يعني يدعوها بأسماء. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. فعرفنا هسه الباب هو النبوات، البواب هو الروح القدس. ثم بعدين الرب يسوع المسيح في العدد السابع يقول: فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. أنا باب الخراف، يعني لا يأتي أحد إلى الآب إلا به، هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به كما قال. ثم الرب يسوع المسيح ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص سوى اسمه المبارك، وهو الطريق الوحيد، كما يقول تيتوس: لنا إله واحد، وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان الرب يسوع المسيح. فهو الباب. الآن الرب يسوع المسيح هو الباب لكل طبعا العالم. ثم يعني يقول: جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، تكلمنا عنهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد طبعا فيخلص ويدخل ويجد مرعى. هذا وصلنا إلى هذا العدد. تفضلي سجنان إذا كان عندك أي مداخلة، هذه مراجعة للحلقة السابقة. متابعينا نبدأ بدراستنا من عدد 9. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. عدد 10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دكتورنا انطينا تفسير على هالأشياء، وحضرتك الآن ما شاء الله ما قصرت، انطيتنا توضيح على الباب. وأيضا من إنجيل يوحنا 14:6 يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. شكرا سجنان. يعني الأصحاح التاسع الرب يتكلم عن شخصي هو الباب، وانت جبتي آية جميلة، يسوع المسيح هو الطريق.
هو الطريق، ماكو غير طريق، هو الحق، ليس حق آخر سوى في كلامه المبارك، في كلمته المباركة في الكتاب المقدس، هو الحق، وهو يمنح الحياة، هو الحياة، يعني فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، هو الحياة، فيه الحياة، هو معطي الحياة، فهو الطريق. إذ كنت أنت تبحث عن الخلاص فينبغي أن تأتي من خلال الصليب، من خلال المصلوب، لأنه مات من أجلك ودفن وقام في اليوم الثالث من أجلك وصعد إلى السماء، يجلس جالسا عن يمين الله الآب، يشفع لك ولي إن أنت اتمنت وآمنت بشخصه المبارك، وهو سيأتي لكي ما يأخذنا ونكون معه. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. أولا يخلص الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. ما هو الخلاص؟ الخلاص عندما أنا أسمع إلى كلامه المبارك، عندما يقول أنت خاطئ، تب وارجع وأقبله هو فادي ومخلص، ستخلص. يقول إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك أن الرب يسوع المسيح مات من أجلك فخلص. فإن دخل به من خلال هذا الباب أحد، يعني أي إنسان، الدعوة للجميع، عندما قال الرب في متى الإصحاح 11: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يعني الرب يدعو الكل أن يأتي، تعال إلى الرب. فالرب هنا يقول إن دخل بي أحد، أي واحد، أولا يخلص ويدخل، يدخل إلى جسد المسيح، إلى دائرة الإيمان، ويخرج ويجد مرعى، يعني راح يشوف بأنه هو حياته تتغير، يأكل من المن السماوي اللي هو يسوع المتجسد، وراح يشوف هو إلى مرعى. بهذا السبب داود رنم وقال الرب راعي فلا يعوزني شيء. ثم الرب يأخذنا إلى صورة أخرى، السارق. السارق شوفي، هو الراعي، هو الباب، ثم يأتي على السارق، يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق. شوفي، السارق يأتي لكي يسرق، واحد، ويذبح ويهلك. هذا السارق، يعني عندما تكلم الرب يسوع المسيح عن الشيطان قال عليه هذه الأمور، هذاك كان كذابا وقتالا منذ البدء. إبليس كذاب، المسيح الحق، بعكس إبليس الكذاب، ويسميه الكذاب وأبو الكذاب المشتكي إبليس. فالرب هنا يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق، واحد، يسرق المؤمنين، يأتون بثياب حملان وهم ذئاب خاطفة، يقول أعمال الرسل، يعني يوجد كثيرون يأتون بلبس الحملان لكن من الداخل هم ذئاب خاطفة. السارق يأتي ليذبح. ماذا فعل إبليس بهابيل؟ ذبحه، قتله من خلال قايين لكي ما يوقف نسل المسيح، كان كل أمله أن يوقف نسل المسيح. يذبح ويهلك، يهلك لمن؟ يهلك للناس الذين لا يؤمنوا بالرب يسوع المسيح، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الهلاك يسير عندما أنت ترفض ذبيحة المسيح، ترفض المسيح فادي ومخلص. ثم يغير الكلام الرب، وأما أنا فقد أتيت، أنا جئت، نزلت من السماء في ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس. وفي فيلبي عندما نقرأ نفس الكلام يتكلم، أتيت، أنا أتيت لتكون لهم حياة. الرب أتى في ملء الزمان حسب النبوات، والذي كان في صورة الله أخلى نفسه، وضع كل مجده على مكان ولبس صورة عبد، أخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان، أتى كإنسان، تجسد كإنسان من المطوبة العذراء وصار إنسانا، ونعرف حياته التي كلمنا بها بحياته أول 12 سنة، رأينا الكلام عن حياته
ثم في سنة 30 خرج للخدمة لكي ما يكون الذبيحة المقبولة للآب. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة. الرب يسوع المسيح أتى ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل. يكون لنا حياة إن كنا أموات بالذنوب وخطايا. ارجع إلى أفسس الإصحاح الثاني يقول إحنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. والرب أحيانا مع المسيح أعطانا حياة في المسيح. ليكون لهم حياة من خلاله ويكون لهم أفضل. أفضل أن يقودنا إلى السماء حيث لا بكاء لا أنين لا ألم لا ظلام. سنكون هناك معه في السماء كل الأبدية. شكرا سيد جنان. إذا كان عندك أي مداخلة فضل ننتقل إلى العدد 11. أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فأنا دكتورنا أكيد نحتاج تفسير وأيضا من خلال هالكلمات المباركة تذكرنا بصلب ربنا يسوع المسيح أنه الرب اشترانا بدمه. صحيح يا سيد جنان شكرا جزيلا. هنا الرب يقول أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. حقا هو يتكلم عن موته وصلبه على عود الصليب. يعني الرب تكلم يعني عندما نأتي إلى كلامه المبارك يقول الرب بأنه هو ارتضى أن يضع نفسه. يعني لم يكن مجبرا على ذلك لكن الرب يسوع المسيح هو ارتضى وهو أراد أن يمنح حياته ليكون لنا حياة. اسمعي ماذا يقول الرب. يقول الرب في هذا الكلام يقول كلام جميل جدا في الإصحاح 12 من يوحنا. يقول قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. شوفي إذا نروح الإصحاح 12 الأعداد إذا نأخذها من العدد عدد 23. وأما يسوع فجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. فالرب يسوع المسيح كان لابد أن يموت لكي ما يخلصنا ويعطينا حياة أبدية. لكن هنا عندما قرأت في سجنان راح نشوف بأنه كل الأعداد اللي قبلها كان يتكلم عن شعب إسرائيل لكن هنا بعد أن تكلم عن الصليب راح نشوف كيف الروح القدس سيكتب كلام عن كنيسة عن كنيستي عن كنيسة المسيح. شوفي أنت قرأتي هذا العدد أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يتكلم عن الصليب ثم بعد هذا الكلام راح نشوف بأنه سيتكلم عن خراف أخرى وسيأتي الوقت لكي ما نتكلم عنها. لكن لأنه تكلم عن موته هنا إذا ذهبنا سجنان إلى هنا يقول عنه هو الراعي الصالح. لكن عندما نذهب إلى سفر العبرانيين الأصحاح 13 يعطي للرب كلام آخر. خليني أشوف في سفر العبرانيين الأصحاح 13 العدد 20 بولس الرسول يتكلم في هذا الكلام وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. في هناك الرب يقول أنا هو الراعي الصالح يتكلم عن موته لكن في سفر العبرانيين بولس يتكلم عن قيامته وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم. يسميه الراعي الصالح هنا يسميه راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح. كيف؟ بدم العهد الأبدي. بدم العهد طبعا عندما نذهب إلى العبرانيين إصحاح 9 قدم دمه بروح أزلي يعني بالروح القدس فوجد فداء أبدي. عندنا هناك هو الراعي الصالح يتكلم عن موته هنا يتكلم عن قيامته
وإذا ذهبنا إلى بطرس الأولى الأصحاح الخامس، شوفي شو يكتب عن هذا الأمر بطرس، يتكلم طبعا عن الرعية، يقول ارعوا رعية الله التي بينكم مضارا، لا عن الضرار بل بالاختيار، لا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسور على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ثم يقول هذا الكلام الجميل: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. فهنا يتكلم عنه رئيس الرعاة، رئيس الرعاة يعني يتكلم عن ظهور الرب يسوع المسيح. طبعا المجيء الثاني يكون على مرحلتين، مرحلة الأولى يكون الاختطاف، نراه في كورنثس الأولى الصحاح الخامس عشر من عدد 51، ونراه أيضا في تسالونيكي الأولى الصحاح الخامس. ثم هنا يتكلم عن ظهوره، ظهوره يتكلم عنه يهوذا، يقول هو ذا الرب آتي مع قديسيه. الظهور عندما يأتي الرب مع كنيسته لكي ما يحكم على الأرض 1000 سنة بعد الضيقة العظيمة. فعندنا في هذا العدد اللي قرأتي أنا والراعي الصالح يتكلم عن موته، بولس في عبرانيين 13 يتكلم عن قيامته، هنا بطرس يتكلم عن مجيئه أو ظهوره. شكرا سجنان، تفضلي إذا كان عندك أي مداخلة. ننتقل إلى العدد 12: وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. عدد 13: والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. طبعا عددان مهمة، ولو كل الأعداد مهمة، ولكن إحنا التفسير، من هو الأجير دكتور؟ من هو الذئب؟ هاي بالبداية، وأكيد عندنا تساؤلات أخرى، تفضل. يعني شوفي سجنان، خليني أنا من هذا الكلام خليني أروح إلى العهد القديم لكي ما يوضح لنا من هو الأجير. أكو ناس سجنان يعني اليوم يرعون رعية الله بالإجرة، يعني كل مقاصدهم هي المادة، يعني يصير كاهن بالمادة، يصير قسيس بالمادة، يصير مبشر بالمادة، كل هدفهم هو ليس خلاص النفوس لكن ربح الفلوس. فواحد من يكون أجير ونظره هو محبة المال التي هي أصل لكل الشرور، إن ابتغاها قوم ظلوا عن الإيمان. شوفي من يكون أجير عندما يأتي الذئب اللي هو إبليس، شو وقت يأتي الذئب سجنان؟ عندما الأجير لا يعلم كلمة الله أو يعلم كما يراه هو، ليس من كلمة الله، لا يعلم التعليم الصحيح كما كان الفريسيون، كما كان الكتبة، كما كان الكهنة في ذاك الوقت، الصدوقيون، هؤلاء الناس لم يعلموا تعليم الرب بالطريقة الصحيحة لأنه هجير. فلأنه أجير ماكو عمق في كلمة الله، يأتي الذئب. من هو الذئب؟ إبليس. يأتي إبليس يختطف هؤلاء الناس لأنهم غير مبنيين على أساس الرسل اللي هو المسيح، على كلمة الله، على الملثة اللي هو يسوع المسيح، اللي هو الصخرة الذي قال أنت بطرس على هذه الصخرة اللي هو المسيح، اللي شرب الشعب العبري 40 سنة من هذه الصخرة في البرية الماء. فهؤلاء الناس لا يعلمون الرعية تعليم المسيح ولا يصنعون تلاميذا للمسيح، فهؤلاء هم أجيرين مستأجرين بالمال. عندما يأتي الذئب ما يديرون بال، يخلون يجي الشيطان يخطفهم هؤلاء الناس. كما قلت أنا يعني في الآية التي ذكرت في أعمال الرسل، هم يأتون بثياب الحملان لكن من داخلهم هم ذئاب خاطفة، يأخذوا للإنسان وشي يسوون؟ قال الرب، يعني عندما نرجع إلى متى 23،
يقول يصنعون منه ابنا لجهنم، ابن لإبليس. شوفي، خلينا نروح للعهد القديم إلى إيرميا، شوفي شو يقول عن هؤلاء الرعاة سجنان ليتكلم عنهم الرب. إيرميا الإصحاح 23 إذا رحنا عليه، شوفي شو يقول: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إلى إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموهما ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على كل شر أعمالكم، يقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي، هو الرب يجمعهم، من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، إلى آخره. إذا رجعنا إلى إيرميا، الرب يتكلم عن هؤلاء الرعاة يعني، وأيضا يتكلم عن الأنبياء الكذبة: وقد رأيت في أنبياء عدد 13 السامرة حماقة، تنبؤوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل، يعني لم يعلموا كلمة الله ولم يؤتوا بنبوة صحيحة، التنبؤ مالهم كان كله كذب كذب. وفي أنبياء أورشليم رأيت، يتكلم عن السامرة لأنها انقسمت، صار لنا مملكة شمالية عاصمتها السامرة ومملكة جنوبية عاصمتها أورشليم اللي كان فيها سبط يهوذا وسبط بنيامين. وفي أنبياء أورشليم هنا يتكلم: رأيت ما يقشعر منه يفسقون، اسمعي، ويسلكون بالكذب هؤلاء الأنبياء، ويشددون أيادي فاعلي الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره، صاروا لي كلهم كسدون، كلهم صاروا كسدون، وسكانها كعمورة. لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء: ها أنا أطعمهم أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، يعني مر، لأن من عند الأنبياء أورشليم درج نفاق في كل الأرض. هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فأنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب، إلى آخره من كلام. طبعا يعوزني الوقت أن أتكلم عن حسقيال الأصحاح الرابع والثلاثون. فالرب يكلم الشعب ويكلم هؤلاء الأنبياء، يعني كيف أعرف أن النبي هو من الله؟ يعني كيف أعرف بأنه هذا ليس أجيرا لكن هو راعي؟ الرب أقامه كما قال بطرس: ارعوا رعية الله، ارعوها، ها؟ وهو يقول عن نفسه هو الراعي بينهم. أن ترعى، كيف ترعى رعية الله سجنا؟ رعية الله ترعى من خلال الكلمة المكتوبة ممرة، من خلال الكلمة المتجسدة المسيح ملثى. شوفي، الرب الإله أعطانا أعظم عطية، أعظم عطية، عندما قال الرب للسامرية: لو عرفت عطية الله، الله بذل ابنه. الرب أعطانا ملثى المسيح المتجسد، وأعطانا ممرة الكلمة المكتوبة، المكتوب عنه في ناموس موسى والأنبياء والكتابات، يعني في التورا والنبيم والكتابيم. كل من يأتي ولا يعلم تعليم كلمة الله فليكن أناثيما، كل من يأتي ولم يعلم ما هو مكتوب فلا تسمع له ولا تسمع لكلامه، تسمع للإنسان الذي يعلمك كلمة الله. الأجير بالمادة، والآخر الذي تكلمنا عنه فهو إبليس. شكرا سجنان، تفضلي إذا كان عندك أي مداخلة على هذا الأمر. كلمت الأجير يعمل مقابل أجر، ماذا عن الخادم الذي يخدم بأمانة الرب؟ فمن رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثس 9:14 يقول: هكذا أيضا أمر الرب، إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أي تعليق دكتور؟ شكرا سجنان، حقا الذي ينادي بالإنجيل فمن الإنجيل يأكل. شوفي، الرب يسوع المسيح قال كلام جميل جدا: الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير.
إذا ننظر إلى حياة إيليا أو إذا ننظر إلى حياة يوحنا المعمدان كانوا في البراغي، لكن الرب لم يتركهم يوما. الرب قال إذ نست الرضيعة ابنها فإنني لن أنساكم، حفظتكم كحدقة العين، خرافي في يدي سيقول، لا أحد يستطيع أن يأخذها مني. الرب يسوع المسيح أعطانا كلام سجنان. الرب يسوع المسيح قال أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أنا أشهد أن عمل الرب في حياتي، لم أحتاج للطعام عندما كنت فقيرا، وعندما يعني صار لي أمور دراسة، وأنا إلى الآن نحن نغني الكثيرين، بفقرنا نغني الكثيرين. شوفي الرب يسوع المسيح افتقر لكي ما يغنينا. يوجد خدام يخدموا طبعا في كنيسة المسيح ولهم أجر. الشيء الغلط سجنان، أنا ما أروح أنا أخدم الرب يسوع المسيح على مود الأجر، أو مثلا أريد زيادة أو أريد مال أكثر أو أجمع مال. هو القلب، هو مو المال. المال يعطيه من الرب، المال حلو، الرب يعطيه كيما نحن نتمتع به ونخدم الرب به ويعني نستثمره في ملكوت المسيح. المال يعني الأنبياء كانوا أغنياء، لكن الرب يتكلم في تيموثاوس الجنان عن محبة المال. محبة المال أصل لكل شر، لم يقل المال لكن محبة المال. يعني من يكون المقاصد هو المال هذا واحد، أو من يكون المقاصد أنه أنت غير مدعو، أنت غير مدعو. عن دولة الرب يسوع المسيح يتكلم عنهم، هم سووا نفسهم رعاة، هم أرادوا أن يرعوا، هم أرادوا. لكن الرب يسوع المسيح يريد يعلمنا شيء واحد، ينبغي أن تكون مرسل. هؤلاء الناس اللي يتكلم عنهم في يوحنا 10 هم أرسلوا أنفسهم، لم يكن لهم إرسالية. يعني دخلوا في كنيسة المسيح كالزيوان. عندما سأل التلاميذ الرب يعني نفصل الحنطة على الزيوان، قال لهم لا، يعني أنتم من تفصلون ممكن تأخذون الحنطة مع الزيوان، لكن في آخر الأيام الرب سيرسل ملائكته وهم راح يفرزوا. أكو ناس الجنان هم أرسلوا أنفسهم لخدمة الرب، أو هم في كنيسة المسيح بكل طوائف. أنا دا أتكلم يعني الرب يعلمنا هذا الكلام، يقول ناين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لم يقل الكتاب ناين غاية إيمانكم ربح الفلوس. يعني نحن نخدم، احنا كنا خدام في كنيسة المسيح، الكل جسد المسيح، الكل يعمل مع بعض. إذا نرجع إلى كورنثوس الأولى 12، إلى كورنثوس الأولى 14، إذا نرجع إلى رومية 12، بطرس الأولى 4، أفسس 4، يكلمنا الرب أنه احنا خدام، لكن خدمتنا تكون لأجل مجد الآب من خلال ذبيحة المسيح على عود الصليب، إنجيل المسيح نكرزه. إذا احنا محتاجين شيئا أو إذا نأخذ الأجرة، نستخدم الأجرة لحياتنا وأيضا نستخدمها في الخدمة، لأن احنا الرب تمنى على هذه الأموال لكما نستخدمها لشخصية مباركة. فأكو ناس الجنان هم أرسلوا أنفسهم، أنا راح أمر سريعا بإرسالية الرب. أنا أريد إذا كان عندي مداخلة تفضلي، أنا راح أتكلم عن الإرسالية. نعم تفضل. شوفي وين السجنان الإنسان، أكو ناس هواية في كنيسة المسيح، هو رأسا يطلع على اليوتيوب ويطلع على الفيسبوك ويصنع من شخصه بأنه هو يعلم كلمة الله، وهذا شيء جميل، شيء جميل جدا، أوكي. لكن الرب يقول هذا الشيء، يعني يجب أن نكون مرسلين من الروح القدس، مرسلين. يعني عندما نقرأ في أعمال الرسل الرب يرسل وكان الروح القدس يفرز، يقول افرزوا لي بولس وبرنابا، كان أكو فرز. شوفي أكو إرسالية من الله وأكو إرسالية غير من الله. هذول اللي يتكلم عنهم الرب هنا السراق واللصوص
لم يرسلوا من الله، هؤلاء أنبياء كذبة. اسمعي الإرساليات في كلمة الله، عندما أتى الرب وكتب لنا الكتاب المقدس كتبه بعظمة، كتبه يعني بطريقة عظيمة وعجيبة، يعني كتب لنا 4000 سنة من مقاصد الله ومن مشيئة الله منذ الخليقة إلى مجيء المسيح. 4000 سنة، بعدين 2000 سنة، أول 100 سنة كتبت لنا الرسائل إلى رسالة يوحنا اللي هي الرؤية جليانا الرؤية. شوفي الإرساليات، الرب شاف شعبه يتألم في مصر، ظهر لموسى في سفر الخروج الإصحاح الثالث وقال تعال أنا أرسلك لتخرج شعبي. شوفي الإرسالية كدعوة، دعوة يعني مهم. أن أنا من أنا أخدم في كنيسة المسيح، إذا أنا كنت كاهن، إذا أنا كاهن في كنيسة المسيح أو أنا قسيس في كنيسة المسيح ولا أعلم كلمة الله، فما هي إرساليتي؟ إرساليتي أن أذهب وأعلم إنجيل المسيح. إذا أنا ما أعلم إنجيل المسيح فأنا غير مرسل سجناء. إذا أنا لا أدرس إنجيل المسيح، إذا أنا لا أصنع تلاميذ للمسيح، أينما كنت بأي طائفة كنت، فأنا وجودي هناك ليس من المسيح. فأنا أدعوك اليوم، إذا أنت ما غير مرسل من الله من خلال الروح القدس من خلال ذبيعة المسيح، اترك مكانك، لا تبقى في كنيستك مهما كانت كنيستك. الإرسالية الأولى، الرب أرسل موسى، موسى رفض أن يذهب لكن الرب أرسله، ارجع إليها إلى سفر الخروج الإصحاح الثالث. ثم الرب يري إشعياء في الإصحاح الستة قدسه، قدس الأقداس، ويريه أيضا الملائكة وعظمة الملائكة وستة الأجنحة، وذاك ينادي ذاك قدوس 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 رب الجنود. إشعياء قال ويح لي أنا إنسان نجس الشفتين، أنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. يقول فطار واحد من الملائكة وأخذ فحمة من المذبح ولمس شفتي في أطهر المذبح، لأن على المذبح أكو دم المسيح، دم المسيح، التطهير هو بدم المسيح. ثم يقول إذا نرجع إلى شعية قال له ها أنا أرسلك، ها أنا أرسلك. اسمعي ماذا يقول الرب لإشعياء السجنات في الإصحاح السادس. إشعياء يبكي، إشعياء عندما يقول سمعت صوت الرب عدد 8 قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت، إشعياء قال ها أنا ذا أرسلني. فقال لي، شوفي هذه الإرسالية، اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. شوفي ارساليه الرب لاشعياء. ثم نخرج من اشعياء، شفنا ارساليه الرب لموسى، اشعياء، اسمعي نذهب الى ارميا، شوفي الارساليه الحقيقيه. نحن نتكلم عن ارساليه الرب، هل انت مرسل من الرب ام انت صنعت لك ارساليه ام ابليس ارسلك؟ انت من الذئاب الخاطفه، لا تعلم كلمه الله. اسمعي ماذا يقول في ارميا، اسمعي سجنان في الاصحاح الاول يتكلم عن هذا الكلام. فكانت الي كلمه الرب قائله قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. هذا الرب يقول لإرميا. فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، نفس الكلام اللي قال عنه موسى، أنا ما عندي حلق ما أعرف أتكلم. فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك، لإرميا، إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لينقذك يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك، ها انظر وقد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس.
إلى آخره من الكلام لإيرميا. فالرب أرسل موسى، الرب أرسل يشعيا، الرب أرسل من؟ أرسل إيرميا، ثم الرب أرسل يوحنا، كان إنسان مرسل من الله، الأصحاح الأول، متى 3، مرقس 1، لوقا 3، يوحنا 1، كان إنسان مرسل من الله، اسمه يوحنا، هذا جاء ليشهد للنور، لم يكن هو النور، لكن ليشهد للنور، كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم، كون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى آخره. تنبأ عن مجيئه ملاخي، عندما نقرأ في ملاخي صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة، نفس الكلام قاله يوحنا. فيوحنا مرسل من الله، مرسل من الله. ثم نرى الإرساليتين في لوقا 9، أرسل الرب 12 تلميذا، ثم أرسل 70 تلميذا في الإصحاح العاشر، ثم الإرسالية العظمى الذي أرسل التلاميذ كما نقرأها في لوقا 16، ونقرأها أيضا في متى الإصحاح 28. اسمعي ماذا يقول الرب سجنان في الإصحاح 28، فاذهبوا، قبلها شيء يقول الرب، وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل، إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا، هذه الإرسالية للجميع، هذه اذهبوا، إذا أنت قد قبلت المسيح مخلصا، أنت تلميذ للمسيح، الرب يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. شوفي، اذهبوا وتلمذوا، لازم نذهب نتلمذ، نعلم إنجيل المسيح، ما نعلم إنجيل ثاني، إنجيل المسيح، إنجيل المسيح، كل ركبة مما في السماء ومع الأرض على الأرض وتحت الأرض ستجثو للمسيح، لا تجثو لإنسان آخر. كل الكتاب لا يعلم أن نحن نجثو إلا ليسوع المسيح. أي إنجيل خارج عن السجود للرب يسوع المسيح باطلا وليكن أناثيما. يقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمذوهم، نعمذهم باسم الآب والابن والروح القدس، ثم نعلمهم، نتلمذهم، نعمذهم، نعلمهم، شو نعلمهم؟ ما نعلمهم وصايا خارج الكتاب، نعلمهم من وصايا الرب، وعلموهم أن يحفظوا ماذا؟ جميع ما أوصيتكم به، جميع ما أوصيتكم من الوصية، لا خارج عن الوصية، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الرب الذي قال ها أنا معكم، يرعى اسمه عمانويل، عمانويل، الله معنا. ثم يقول آمين، ثم آخر قراءة يقرأها سجنان بالإرسالية من الإصحاح الأول من أعمال الرسل، اسمع ماذا يقول الرب، إنما عندما أتى الروح القدس، الروح القدس يعمدنا إلى جسد المسيح، يملأنا لكي ما نبشر ونكرز بإنجيل المسيح، يقودنا للخطاة ويسيقنا لكما يعمل مشيئة الله من خلال صليب وقيامة الرب يسوع المسيح. اسمع ماذا قال الرب في أعمال الرسل سجنان في العدد الثامن، عندما قبل أن يصعد الرب يسوع المسيح قال لهم، أن هما سألوه عن الأوقات، قالوا له أنت شو وقت راح تيجي، ما تقول لنا؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كيف نعلم بأنه هذا غير مرسل؟ ليس فيه الروح القدس، لا يتكلم عن إنجيل المسيح، لا يكون مقادا بالروح القدس، لا يعرف إنجيل المسيح ولا يستطيع أن يعلم إنجيل المسيح. الشوفيه معبس، الشوفيه هو بالكنيسة يخدم بالكنيسة، أي كنيسة كانت، لا تخرج من فمه كلمة الله، فهذا غير مملوء بالروح القدس. المملوئين بالروح القدس يرجعون إلى المكتوب، إلى الممرة، المسيح المكتوب، الكلمة المكتوبة، إلى الملثى المسيح المتجسد.
تفضلي ست جنان اذا عندك مداخله. دكتور، بما أن حضرتك تكلمت بهذا الموضوع، نتمنى نقدم صلاة المحبة تدخل، محبة يسوع تدخل في قلوب جميع متابعينا وأبنائنا الموجودين بالعالم. آمين. خلينا نصلي. يا رب يا رب، ندعوك اليوم أن نكون كموسى، ارسلنا يا رب، نكون كيشعياء وكرميا، نكون كيوحنا، نكون كالتلاميذ الاثنى عشر، 70 تلميذا يا رب، نكون كالكنيسة الأولى زمن أعمال الرسل، نكون مملوئين من الروح القدس، نكون مقادين من الروح القدس. اذكر عوائلنا، عوائلنا محتاجة إليك يا رب. اذكر كنائسنا، كنائسنا أكثر محتاجة إليك يا رب. اذكر قلوبنا نحن في هذه الإذاعة، إذاعة القيامة، أنا وجنان وكل القائمين محتاجين إليك أكثر من الجميع. باركنا يا رب، بارك عوائلنا، بارك شعبنا يا رب، هذا الشعب المتشرد في كل أنحاء العالم. اذكر شعب آشور، اذكر شعب بابل، اذكر الكلدان والآشوريين والسريان، اذكر العراق يا رب في أجمعهم. اذكر أولادنا، أولادنا يا رب في هذه البلدان. إبليس مختطف كثير من قلوب أولادنا يا رب، بناتنا بين يديك، حياتنا بين يديك، بيوتنا بين يديك، عوائلنا بين يديك، كنائسنا بين يديك، مرضانا بين يديك يا رب. دق على أبواب قلوبنا يا رب، وادخلنا من خلال شخصك المبارك، أنت الباب، أنت الباب، أن ندخل من خلالك يا رب. وعمد بالروح القدس إلى جسد المسيح، واملأنا بالروح القدس، وقودنا لكي ما نعمل مشيئة الإياب من خلالك. اذكر مرضانا يا رب، باركنا يا رب، افتح أذهاننا لكي ما نعرف المكتوب، شيل القشور من عيوننا يا رب كما شلت القشور من عيون بولس يا رب. افتح قلوبنا، افتح عيوننا، افتح أذهاننا يا رب، اجعلنا أن نكون كيشوع بن نون يا رب، أن نلهج بكلمة الله كما قلت له يا رب، نكون كالمزمور الأول، أولاد الله يلهجون بكلامه ليلا ونهار، ويكونون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل. يا رب نأتمنك على حياتنا، على قناة القيامة يا رب، على كل شعبنا، على بيوتنا، علي وعلى جنان وعلى كل القائمين في هذه القناة يا رب. باركنا يا رب، محتاجين إلى بركتك، محتاجين لمسة، لمسة شفاء، لمسة من عندك يا رب، لمسة كما لمست فم وشفتي إشعياء من جمر المذبح يا رب. إلمس شفتينا لكي ما نتكلم عن إنجيل المسيح، ويتوب الخطاة ويرجع الخطاة إلى شخصك، واسمك يعلو ويعلو وتشتو في الربة لشخصك المبارك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. آمين. دكتور، ولو ذكرت هذا الشيء بداية البرنامج، ولكن متابعينا يريدون توضيح بعد أكثر. الترتيب الإلهي، تنحكي على إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر، تسمع صوتي، الرب يقول الخراف تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني. فهنا أنا وضحها شوية إلنا، وعلى منو إيما خراف؟ شعب إسرائيل، وأيضا ذكرت الأمم، ما المقصود بالأمم؟ ولو حضرتك أيضا شرحتها بالأسبوع الماضي، بس يمكن عندنا بعض من جمهورنا ما تابعوا ذيك الحلقة تتابعون هالحلقة، فبكلمات بسيطة دكتورنا. طيب خلنا ناخذها واحدة واحدة. الراعي الصالح أول ما إجا لشعبه، وأنا ذكرت آية إنني لم آتي إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. شو وقت صار الضالة؟ عندما انقسمت يعني سامرة، العشر أصباط ضاعت، وإجا الرب، مو بس هي الأصباط هاي ضايعة، الأصباط هاي ضايعة، وبنيامين ضايع، ولاوي ضايع، والكهنة وكل الدنيا ضايعة. 400 سنة الرب لم يتكلم
مع هذا الشعب لم يتكلم، يعني من أخبار الأيام الثانية إلى أن طبعا مجيء الرب يسوع المسيح بمتى لم يتكلم 400 سنة الرب لهذا الشعب. وكما ذكرت آخر نبوة هو بملاخي الأعداد الأخيرة، أوكي؟ تكلم الرب آخر كلامه. فالرب أول ما إجا بحسب النبوات كلها وبحسب السنين التي تكلم عنها دانيال النبي أتى لهذا الشعب الذي انتظره أن يأتي كملك، صحيح؟ نعم. فهنا عندما يتكلم الرب في العدد الرابع أو في العدد الحادي عشر إلى الآن يتكلم عن هذه الحظيرة، يسميها الحظيرة، اللي هي شعب إسرائيل اللي هو إجا من خلال النبوات شو ما قلنا، وطلع المؤمنين من هذه الحظيرة إلى جسده المبارك، صاروا جسد المسيح، أوكي؟ طبعا. وبعدين من قرينا بالعدد 13 عن الأجير، عدد 14، أما أنا فإني الراعي الصالح وأنا أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. يعني الرب يقول أنا أعرف خاصتي من هم، يعني المؤمنين من هم، وهم يعرفوني. تشوفين شنو؟ لأن هو يعلم بالقلوب، يعني يعلم الإنسان التائب، يعرف الإنسان. يعني عندما كتب متى يتكلم عن أبوه ليوحنا زكريا كان مملوء من الروح القدس، زوجته إليصابات مملوءة من الروح القدس، ولده يوحنا مملوء من الروح القدس. الرب الإله عارف القلوب، فاحص القلوب والكلى فيعرف. فشي يقول الرب هنا، أنا أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، أنا أعرفهم، هم شلون يعرفوني؟ لأن الروح القدس أعلن لنا المسيح. وقريناها طبعا في متى إصحاح 11 من عدد 24، من أراد الإبن أن يعلن له، أكو إعلان، يعني الرب أعلن ليوحنا، قال يوحنا، قال للرب من هو هذا الذي سيأتي مخلص؟ قال الذي ترى الروح القدس نازلا مثل حمامة وجالسا مستقر عليه، هذا يعمد بالروح القدس. أكو إعلان، هذا واحد. وخاصتي تعرفني بالإعلان، كما أن الأب يعرفني وأنا أعرف الأب. شلون أنا أعرف الأب وهو يعرفني؟ إيش خاصتي تعرفني؟ يعني هسه يعني الكنيسة الحقيقية أولاد الله لو تذبحيهم يقول لك هو هذا المسيح المخلص، ماكو غير، أوكي؟ ثم بعد أن تكلم عن الحظيرة اللي هي إسرائيل، بعد أن تكلم عن موته، يعني شوفي كلش مهم بالعدد العاشر إحنا اللي ذكرنا، اللي هو تكلم الرب عن موته، أو العدد يبذل نفسه، فهو تكلم عن الصليب. قبل الصليب هو كان لإسرائيل، شو وقت ابتدأت الكنيسة، يعني شو وقت يجوي الأمم، شو وقت الرب قال اذهبوا إلى العالم أجمع، بعد موته وقيامته. بعد موته وقيامته أنا جبت، شوفي الإرساليات، 6 إرساليات الأولى هي لشعب إسرائيل، يعني عندنا حتى في مرقس 9 ومرقس 10 هي لإسرائيل، لكن في متى 28 انفتح الخلاص لكل الأمم لسبب الرب يسوع المسيح بعد موته وقيامته، صار الخلاص للأمم. قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص. لأن سبب في سفر أعمال الرسل عندنا رسولين، عندنا رسول الختان اللي هو بطرس، وعندنا رسول الأمم اللي هو بولس. نشوف يعني بطرس من الإصحاح الأول إلى الإصحاح 9 العاشر من سفر أعمال الرسل، هذه الإصحاحات نشوف بطرس هو رسول الختان، يعني رسول اليهود. ثم بعدها من الرب يظهر لبولس، يشوف بولس هو يكون رسولا للأمم. طيب ما هو الفرق بين اليهود والأمم؟ الرب يتكلم يعني عن الحظيرة اللي ما له، هم يتكلم عن نسل إبراهيم، يعني كل ما هو من نسل إبراهيم، يعني إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد الـ12، كل واحد من هذه الأصباط، يعني من هاي الجينيالوجي يسموها، فهو من الحظيرة اليهودية إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، لكن الرب أخرج المؤمنين من هذه الحظيرة. ثم كل الذين هم ليسوا من نسل إبراهيم هم أمم،
اللي هو احنا. اوكي صحيح، كان مثلا ابراهيم كلداني وخرج من اور الكلدانيين، لكن نحن لسنا من نسل ابراهيم. ابراهيم هو من نسلنا لكن نحن لسنا من نسله. فالامم هي كل الشعوب، كل الامم، كل الشعوب. لسبب نشوف الكرازه انفتحت في الاصحاح الثاني في سفر اعمال الرسل بالالسنه، الرب كرز لهم بالالسنه. نشوف ما لا يقل عن 19 لسان الرب كرز لهم في الاصحاح الثاني. فانفتحت الرساله للامم اللي هو احنا. ثم يجي بولس يعلم يقول اليهود والامم صرنا واحد في جسد المسيح، يسمينا عروس المسيح، يسمينا جسد المسيح. كل من يؤمن يعمده الروح القدس الى جسد المسيح اللي يكتب عنه في كورنثوس الاولى اصحاح 13 عدد 12. فبولس الرسول يعلم يقول نقض حائط السياج اي العداوه بجسده، يعني جسد يسوع المسيح نقض هذه العداوه بين اليهود والامم. احنا الامم كنا نجسين في نظرهم، لكن الرب يسوع المسيح بموته جمعنا اليهود والامم في جسده كعروس المسيح. لكن السنين الذي تكلم عنها دانيال، اكو الاسبوع المفقود سنتكلم عنه في ايام اخرى، سيرجع الله يتعامل مع هذا الشعب اللي هو نسل ابراهيم في سفر الرؤيا، ويدخلهم في ضيقة يعقوب، في الضيقة العظيمة، يخرج منهم مخلصين في هذه الضيقة. ثم سيحكم على كل العالم هو وال24 شيخا، يعني الرسل والكنيسة والكل، أو أصباط إسرائيل وال12 رسولا يحكمون العالم 1000 سنة. يعوزني الوقت سجنان أن أتكلم عن هذه الأمور الجميلة الذي أوحي بها الروح القدس عن أتقيائه لكي ما يكتبوا، لأنه قال بطرس لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، لكن كتبها أناس الله مسوقين بالروح القدس. وتيموثاوس يكمل، بولس لتيموثاوس كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم، للتوبيخ، للتقويم، إلى آخره، لكي ما يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. شكرا سجنان على هذه الأسئلة الجميلة. آمين يا رب. نشكرك دكتور ستيفان جليانا لهذا التفسير. وصلنا إلى نهاية الحلقة المباركة، فمتابعي قناة القيامة سوف أختم من مزمور الرب راعية. الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني، إلى سبر البر من أجل اسمه. أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي رية، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. براشث إثوى ملثى، وهو ملثى إثوى الواثى لها، وآلاها إثوى وملثى، هانا إثوى براشث الواثى لها. كل بيذه هو والعذاو أبلح ذا واث مدم دهوى، بي حيه هو وحيه إثيه النهرة دبنا يناشا، وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخيه.